أيام قليلة وبيطل علينا عيد الفطر المبارك ببركاته ولحظاته الروحانية الجميلة يلي بتجمع العائلة والأحبة، ويجد البعض عطلة العيد فرصة للخروج، لكن كثير من الأشخاص بيتوجهوا نحو تناول الطعام السريع وغير الصحي، مما يترتب عليه ضرراً لصحة الجميع خاصة الأطفال. شو هي الأغذية السليمة بعد شهر رمضان، وكيف فينا نستقبل العيد بغذاء صحي بعيد عن كل المشاكل يلي ممكن أنه تصيب جهازنا الهضمي؟ أسئلة كثيرة رح تجاوبنا عليها أخصائية التغذية أريج درويش، وأكيد أي حدا عنده استفسار أو أي سؤال بيتعلق بموضوعنا فيكم تتواصلوا معنا على الرقم يلي رح يظهر على الشاشة. صباح الخير أريج. اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وكل عام وانتي بخير. اريج، يعني دائما بشهر رمضان بيتعود جسم الانسان خلال ايام الصوم على نمط معين، بيجي العيد فبدنا نرجع للنمط اللي كان معتاد عليه خلال السنه كلها. كيف بيقدر الواحد يهيئ جسمه لحتى ما يسيبه يمكن صدمه وقت هو بيرجع لحياته المعتاده؟ نحن خلال شهر رمضان المبارك بيكون عندنا وجبتين رئيسيتين اللي هن السحور والافطار. فنحن جسمنا خلال هذا الشهر اللي امتد ل 30 يوم بيتعود على نمط معين من الغذاء وعلى نمط معين من السعرات الحراريه اللي بتفوت لجسمه. بس يخلص هذا الشهر فنحن بدنا نرجع نعود الجسم بشكل تدريجي للسعرات الحراريه اللي كان هو متعود عليها قبل هذا الشهر، قبل هذا الشهر الكريم. اول خطوه نحن فينا نعملها انه نحن تكون الوجبات الرئيسيه يلي بناخذها قريبه على وجبه الافطار والسحور يلي كنا ناخذها خلال شهر رمضان المبارك. بنصير تدريجيا نحن بنرجع بالوقت لحتى نحن نرجع للوقت يلي كنا ناخذ فيه الوجبات الغذائيه قبل هذا الشهر الكريم. ثاني شيء نحن المفروض نركز على وجبه الافطار الصباحي اللي هي المفروض نبلش فيها ناخذها خلال ساعتين من الاستيقاظ. بتكون اول شيء بكميات قليله بنزيدها تدريجيا يوم بعد يوم لحتى نحن نرجع ندخل نفس السعرات الحراريه يلي كنا ناخذها بوجبه الافطار ما قبل شهر رمضان المبارك. هي اللي فينا وجبه الفطور البدايه يعني هي الاساس. اكيد هي الاساس بدايه الصبح، لانه هي بس ناخذ وجبه الافطار فنحن الجسم عندنا ببلش بيشتغل، بيرجع النظام بيرجع بيحرق السعرات الحراريه يلي عم ياخذها بشكل نظامي. هلا ذكرتي اريج انه لازم وجبه الفطور تكون بعد الاستيقاظ بساعتين، هي الحاله الطبيعيه عند كل شخص؟ حاله طبيعيه طبعا. اكيد المفروض بشهر رمضان وخارج شهر رمضان نحن تكون عندنا وجبه الافطار بعد ساعتين ما بنستيقظ، لانه هاي الفتره هي الفتره اللي ببلش فيها الجسم يحرق، فهو بس بلش يحرق من الصبح بيبقى كل النهار على نمط معين من الحرق للسعرات الحراريه. اذا نحن ضلينا هلا بنلاحظ انه نحن اذا ما اخذنا وجبه الفطور الصبح فنحن ما بنجوع خلال النهار. هذا دليل على انه الجسم ما عم يشتغل وما عم يحرق ولا اي سعره حراريه، فهذا غلط وبيؤدي للسمنه وللاضرار اللي بتجي ورا السمنه. تماما. بشهر رمضان مثل ما ذكرنا الجسم بيكون معتاد على نظام غذائي معين، بعدين بيجي العيد واولى ايام العيد دائما بتحمل كثير من الاطعمه يمكن المشهيه والسفر، بتكون دائما السفره حاضره ب ودائما بيكون في اقبال على الطعام بشكل كثير كبير. كيف بيقدر الشخص يهيئ حاله ومعدته اكيد لحتى ما يصيب اي نوع من المشاكل للجهاز الهضمي وخاصه يمكن التخمه؟ تماما. نحن عندنا غلط كثير بنرتكبه غالبا انه نحن اذا عندنا وجبه اذا عندنا عزيمه على عشاء المساء اللي هن بيكثروا كثير هاي العزايم بشهر رمضان مثل ما قلتي واللمه، فنحن بنبقى كل النهار ما بناكل على انا انه نحن رح ناخذ وجبه غذائيه المساء رح تكون غنيه بالسعرات الحراريه، فنحن بنبقى كل النهار بدون اكل. هذا الشيء غلط. نحن المفروض ناخذ الوجبات الرئيسيه الاساسيه اللي هن الفطور والغداء، والمفروض ناخذ السناكات اللي نحن معودين عليها قبل لحتى نحن نوصل لوجبه العشاء المساء نحن عندنا اشباع، ما لنا واصلين لمرحله من الجوع تخلينا ناكل بسرعه وتخلينا ناخذ كميه اكثر من نحن محتاجينها بفترة العيد وخارج فترة العيد كمان. يعني إذا نحن عندنا عزيمة بشكل عام ما نحن نبقى طول النهار دون أكل بلا أكل لحتى نوصل للمساء، إنه نحن بنفكر إنه نحن عم ندخل سعرات حرارية محدودة لجسمنا، هذا الشيء غلط. نحن المفروض ناخذ الوجبات الرئيسية مثل ما قلنا مع السناكات لنوصل لآخر النهار نحن عندنا إشباع، حد من الإشباع، ما نضطر ناكل زيادة. بالإضافة لأنه الوجبات الموجودة على الإفطار بتكون وجبات دسمة عموماً
وغنية بالسكريات وبالدهون. فنحن بدنا نحاول قد ما فينا نحن نقلل الوجبات الغنية بالسكريات وبالدهون وناخد نبدلها والأطعمة المقلية نبدلها بالأطعمة المسلوقة أو المشوية اللي هي بتحمل سعرات حرارية أقل. طبعا نحن عم نكون في فرق ما بين الإفطار برمضان والفطور الصباحي ما بعد رمضان، بس مشان نوضح للمشاهدين يعني بالعيد تكثر الحلويات وكل ما فاحت فات على بيت لا بدك تضيف وأهله وميت سهلة. كيف هون الواحد بيقدر انه هو ياخذ، لانه اكيد بيكون مشتهي يعني بعد طبعا. فتره الصيام ياكل حلو بس بنفس الوقت بحيث ما يوصل لشيء يضره، يعني يمكن ارتفاع نسبه السكر او غيره. هلا نحن فينا نسيطر على هاي القصه. اولا نحن قبل ما نطلع نعايد القرايبين الجيران، نحن فينا بالبيت ما ناخذ حلو، ما ناكل حلو قبل ما نطلع. هاي اول خطوه فينا نحن نعملها لحتى نخفف السكريات اللي عم تفوت لجسمنا. ثاني خطوه فينا نعملها نحن انه وقتها بدنا نختار الحلو عند الضيوف نحاول نختار القطعه الصغيره يلي ما كتير فيها سكريات او دهون. هلا الكنافه القطايف هاي القصص اللي كتير بتكون بالعيد نحن نحاول قد ما فينا نبعد عنها. كمان فينا نحن نلعب على موضوع انه نحن نبدل الفاكهه نبدل الحلويات الموجوده بقطعه من الفواكه، يعني الفواكه حتكون غنيه بالالياف، حتكون غنيه بالفيتامينات، وحتكون غنيه بالاملاح المعدنيه يلي اهم بكثير واقل سكريات من من السكريات الموجوده بالحلويات العاديه. نحن رح نكفي حديثنا لكن رح ناخذ اول اتصال معنا. الو صباح الخير. صباح الخير. يا اهلا وسهلا، مين معنا؟ يسعد صباحكم، حسين انا. يا اهلا وسهلا استاذ حسين، شو بتحب توجه سؤال لاخصائيه التغذيه اريج؟ بدي اسال دكتوره شو افضل، دكتوره شو افضل نظام غذائي بعد شهر الصيام؟ تنصحينا فيه؟ افضل نظام غذائي بعد شهر الصيام، بعد شهر رمضان. هلا بدايه اول شيء نحن بس نبلش بكاسه مي دافيه. مثل ما قلنا انه تكون وجبه الفطور خلال ساعتين من الاستيقاظ. بعدها في عندنا بعد الفطور بساعتين يكون نحن عندنا في وجبه خفيفه، اما تكون عصير فواكه او فواكه طبيعيه او اي شيء نحن فينا نفوت الدرة، اي شيء نحن بنحبه. تجي وجبة الغداء عنا كمان لازم تكون بعد ساعتين من السناك الأول يلي هي المفروض تكون غنية بالبروتينات لحتى نحن ناخد فترة شبع أطول لبقية النهار وتكون نسب الإنسولين عنا منتظمة بالدم وما نشعر بالجوع. في عنا كمان وجبة سناك تانية بتكون بين الغداء وبين وجبة العشاء، طبعا كله هذا رح يكون تدريجي بشكل تدريجي ما حنفوتهم فورا تاني نهار لأنه نحن جسمنا بيكون متعود على شيء فما فينا نصدمه بكمية كبيرة من الأكل فورا. السناك الثاني كمان المفروض يكون خفيف، فينا ناخذ قطعه حلو صغيره بما انه كنا معودين جسمنا على الحلو فما فينا نحن نخفض فورا نسبه السكر اللي عم تفوت للجسم. وجبه العشاء تكون خفيفه اما سلطات او من مشتقات اللبن اللي هي افضل شيء للعشاء. يعني حمتحكي انه عن اكثر من وجبه بقلب النهار، السناكات يمكن هن اللي بيساعدوا الواحد انه ما يشعر كثير بالجوع، لكن الكميات يعني احيانا بنسمع انه مسموح الفواكه بناكل مثلا 3 تفاحات، هل الكميات كيف لازم تكون؟ كيف لازم ينظمها الشخص؟ يعني هل هو حسب مثلا كتله الدهون او غيرها؟ يعني هلا كمية السعرات الحرارية أو كمية الفواكه أو كمية الأطعمة اللي نحن بدها تفوت على الجسم بتختلف من شخص لآخر. أول شيء بحسب طوله، بحسب وزنه، بحسب البي ام اي بجسمه، بحسب النشاط البدني يلي هو عم يمارسه. بس بشكل عام نحن عنا حصة الفواكه اللي نحن بنحددها، نقول حصة فواكه فهي قطعة فواكه متوسطة الحجم. مثلا تفاحة فهي تفاحة متوسطة، حبات عنب مثلا 12 حبة عنب، هاي هي الحصص المعتادة، يعني حبة متوسطة من الفواكه. تماما. كمان بتكتر يمكن المشروبات كمان بالعيد، اوقات بصير شوية زيادة بتناول المشروبات وتنوعها، هون شو بتنصحي كل اللي عم يتابعنا اليوم انه شو لازم يتناول مشروبات تكون مفيدة له وما يصيبه اي اشكالية؟ بالنسبة للمشروبات هلا أهم عنصر نحن المفروض نعوضه بالسوائل بعد شهر رمضان، خاصة إنه السنة جاي بالصيف، فهو المي. نحن المفروض مثل ما قلنا نبلش نهارنا بكاسة مي الصبح، المفروض المي ما تقل عنا عن 8 لـ10 أكواب خلال النهار وخاصة بهذا الجو والشوب. بدنا نبعد شوي عن المشروبات المحلات الصناعية يلي بتكون جاهزة لانه فيها نسبه سكر كثير عاليه، فيها سعرات حراريه اسمها السعرات الحراريه الفارغه اللي هي بس بتعطي سعرات حراريه للجسم ما بتقدم ولا اي فائده ولا اي عنصر غذائي للجسم. وطبعا هذا كثير موجود بالمشروبات الغازيه اللي هي مضره كثير للجسم ولا فيها اي فائده للجسم.
فينا نحن ناخذ نبدل المشروبات المحلات الصناعيه بالعصائر الطبيعيه او بالمشروبات اللي نحن هي فينا ناخذها بعد الوجبات، المشروبات السخنه مثل البابونج او اليانسون او اي انواع من الزهورات اللي هي ممكن تساعدنا بتخفيف التلبك المعوي وبمساعده جسمنا على يرجع يشتغل من اول وجديد ويحرق. يعني نروح للشيء الطبيعي كمان طبعاً. معنا اتصال لهاتفي. الو صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا، تفضلي معك الدكتوره. بدي اسالك دكتوره، مشان الاكل بعد رمضان نحن مشان ما يرجع يصح الواحد على العيد واكل العيد والحلو وهيك، شو لازم يعمل او شو النظام اللي لازم يتبعه؟ تمام. يعني كثير يمكن الاشخاص بالعيد بياكلوا زياده بقى بيزيد وزنهم، كثير من الاشخاص بيهمهم انه ما يزداد وزنهم بالعيد، خاصه يمكن برمضان بيكونوا متبعين نظام غذائي صحي. هلا نحن لحتى نتجنب زياده الوزن خلال شهر رمضان نحن فينا وجبه الافطار نقسمها لنصين، ناكل اول شيء لما بيكون الافطار اول شيء وجبه خفيفه، بعد فتره شوي نرجع ناكل الوجبه الثانيه لحتى نحن ما نصدم الجسم بكميه كثير كبيره من السعرات الحراريه تفوت عليه بعد ما بيكون هو واقف عم يحرق. فنحن بنقسم وجبه الافطار لمرحلتين، بيساعد على تنظيم سكر بالدم وبالتالي تنظيم الافراز للانسولين، فما بيزداد الوزن عندنا بشكل كبير. وكمان انه نحن نوزع الوجبات الغذائيه مثل ما حكينا من شوي بعد شهر رمضان الكريم بانه ثلاث وجبات رئيسيه مع سناكين ما نقطعهم، واكيد نعوض الجسم بالسوائل اللازمه اللي هي ما لازم تقل عن 8 اكواب مي بالنهار. يعني كل اشخاص بيفكروا احيانا انه هن كل ما بيقطعوا اكل اكثر كل ما انه هن ممكن ينحفوا اكثر، لا نحن هون عم بتقولي كانه كل ما بنزيد عدد الوجبات ومنخفف الكميات كل ما نحن بنستفيد اكثر. هو خطا كثير شائع انه نحن بس وقفنا اكل فنحن معناتها رح نضعف، نحن بس وقفنا الاكل نحن الجسم ما عاد عم يشتغل عنا، ما عاد عم يحرق، ما عاد عم يفرز الهرمونات اللازمه لانه يحرق، فنحن عم بضر جسمنا بزياده وعم نعود المعده على الكسل. يعني نحن بس رجعنا ناكل فنحن حنزيد ضعف الوزن يلي كنا رايحين اللي رايح منه، لانه نحن بس نزلنا بسرعه فاللي عم يروح من جسمنا هو السوائل اكثر شيء، الدهون حتضل مترسبه بالجسم بالاضافه لانه الجسم بيتعود على الكسل والمعده بتتعود على الكسل. فنحن بس رجعنا فوتنا لغذاء هي ما رح ترجع تشتغل وتهضم مثل ما كانت عم تهضم بدايه باولها، فحيصير عندنا تلبك، حيصير عندنا مشاكل بالجسم، كمان بتؤدي للسمنه المفرطه بالاخير والمشاكل المترتبه على السمنه كثيره. كمان يمكن بالعيد الاطفال شوي بيتناولوا زياده المشروبات اللي ممكن فيها ملونات كثير، بياكلوا مثل ما بنسميها الاكلات الطيبه بس هي ما بتكون صحيه. اليوم شو بتحبي توجهي يمكن نصيحه للاهل لحتى يحافظوا على صحه اولادهم بفتره العيد وما يخلص العيد والولد مرضان؟ تمام. هلا نحن مثل ما قلنا اول شيء انه نحن نحاول نعود الطفل خلال شهر رمضان او خارج شهر رمضان بانه يخفف قد ما في من هاي المأكولات، يعود عنا بالمشروبات الطبيعيه او بالفواكه او باي شيء من المكسرات، اذا هو بحب الشيبسات البطاطا هاي القصص نحن فينا نلغيها او نبعد عنا شوي، ما فينا نحرمه منها، وفينا نعود عنا بالمكسرات مثل ما قلنا او بالبوشار او بالدرا او باي شيء طبيعي، بعد قد ما فينا عن المأكولات الصناعيه الشيبس والبسكويت اللي كثير بياكلوها، بالاضافه لانه نحن المفروض انه نزيد النشاط البدني خارج اوقات رمضان وضمن رمضان. هلا بالنسبه لرمضان نحن المفروض عندنا نحن ضغط الشغل يمكن وضغط الحياه اليوميه بيمنعنا من انه نحن نروح على جيم او نمارس نادي او نعمل رياضه قد ما فينا، فنحن فينا نعود عن هذا الشيء بالمشي اللي هو اسهل الطرق لانه نحن جسمنا يشتغل. بالنسبه لرمضان المفروض نحن يكون المشي عندنا بعد وجبه الافطار لحتى يكون الجسم رجع استعاد الطاقه استعاد القوه، ما نشعر بالمزيد من التعب والارهاق. اما بخارج شهر رمضان فنحن المفروض نمشي اقل شيء بين الساعه لساعتين بالنهار، نحاول قد ما فينا نحافظ على هذا الريتم من الموضوع انه نحن نمشي لحتى جسمنا نقدر نكفي نهارنا بطاقه بنشاط وما نتعب باخر النهار. يمكن هالموضوع كثير مهم ثانية، في كثير من الاشخاص بالفعل يعني بفتره شغلهم ما بيكون عندهم وقت انه يروحوا على انديه رياضيه، هذا الشيء لازم يستغلوه بالمشي. يمكن تنصحي كل حدا اذا حاول يمشي نص الطريق لشغله بيكون تماما. مفيد. يعني هي بس مساله نتحايل على الوقت شوي، يعني مثلا اذا بيتنا قريب على مكان شغلنا فينا نحن نروح مشي ونستغني عن وسائل النقل او اي وسيله نحن هي،
اما نحن لما بيكون عندنا مثلا مكان بعيد، مكان شغلنا بعيد عن مكان بيتنا، فينا ننزل قلب موقف موقفين من مكان شغلنا ونكمل مشي. هيك نحن اول شيء بنساعد جسمنا، ثاني شيء نحن بنكون يعني قدرنا قد ما فينا نحن نكون بنظام غذائي صحي مع النشاط البدني اللي نحن المفروض نعمله. يعني الحركه اهم شيء وهي الاساس طبعاً. في كثير ناس بتسال انه معقول خلال 3 ايام عيد انا اكتسب وزن؟ انه يلا بيمروا هالثلاث ايام رح اكل فيهم يلي بدي اياه وخلص بعد العيد ببلش. انه الواحد يخرب نظامه الغذائي لمده معينه من الزمن، هذا الشيء بياثر لبعدين؟ طبعا اكيد. هلا كل شيء عم يفوت على جسمك عم يتخزن عم يتحول، خاصه السكريات البسيطة يلي كتير بتكتر بالعيد يلي هي الحلويات، هاي كلياتها بالجسم عم تتخزن عم تتحول لدهون مخزنة، إذا ما بينت بوقتها فورا رح تبين على المدى البعيد، رح يكون لها تأثيرات أخرى مثل مثلا تصابي بمرض السكر أو بأمراض الشرايين أو ارتفاع الكوليسترول بالدم بسبب الدهون الحيوانية اللي كتير بتفوت على جسمنا خلال شهر رمضان. فنحن قد ما فينا نحاول أنه نحافظ على نظامنا الغذائي وعلى الكميات المعينة اللي كنا متعودين عليها قبل شهر رمضان الكريم. حكينا عن الأطفال وحكينا عن الأشخاص اللي ممكن يتوجهوا لشغلهم شو لازم يعملوا، خلينا نحكي شوي عن الأشخاص الكبار بالعمر المسنين يلي أوقات بيعانوا من شوية مشاكل صحية إن كان السكري أو الضغط، بالعيد شو بتحبي تنصحيهم؟ هلأ بالنسبة للأشخاص الكبار بالسن إذا كان عندهم أمراض معينة فأنا ما بنصح بالصوم على دايماً، بتختلف طبعا هاي القصة من شخص لشخص آخر. إذا كان مريض سكري وعم ياخد إنسولين فهو ما فيه يصوم لأنه عنده وجبات المفروض ياخدها هو عم ياخد الإنسولين ما فيه يقطعها. تماما، هي عم نحكي بفترة الصيام. بفترة الصيام بخارج فترة الصيام مرضى السكري في عندهم نظام غذائي معين، بشكل عام نحن بدنا نخفف السكريات البسيطة، بدنا نعتمد على النشويات بالنظام الغذائي تبع المريض السكري، نعتمد على النشويات اللي بتعطي سكريات طويلة أو متعددة بنسميها ثنائية أو متعددة، هاي الجسم ما بيحرقها بسرعة وبتضل بالجسم لفترات طويلة، مو مثل السكر البسيط أو الأحادة يلي بيرفع نسبة الإنسولين بالدم فجأة وبصير عندنا خربطة بالهرمونات وبيؤدي للسمنة. فنحن نعتمد على النشويات، نبعد عن الأطعمة المقلية، نحاول نستبدلها بالأطعمة المسلوقة أو المشوية، يعني النشويات مثل البطاطا، الرز، المعكرونة هاي المفيدة، البرغل كتير مفيد لمرضى السكر. بالنسبة للدهون كمان الدهون نحن يلي عم ناخدها زيادة عن الحاجة الطبيعية للجسم فهي كلياتها كمان عم ترجع تتحول آخر شيء لسكر أحادي اللي هو الجلوكوز وتترسب بخلايا الجسم وتؤدي للسمنة. فنحن بدنا نضبط السكر الأحادي وبدنا نضبط الدهون الحيوانية المرتفعة. نعم. هذا الكلام بالنسبة للأشخاص يلي يمكن معهم أمراض معينة بيختلف بين شخص وشخص. ريج تماما. أكيد. كمان معنا اتصال. ألو صباح الخير. ألو. يا هلا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، شو بتحب تسأل دكتورة أريج؟ الله يسلمك، بس حابب أسألك إنه تمريض سكري تعطي الدنيا أيام عيادة العمل كيف خير؟ أنت بخير. شو خرج يعني كأنواع وككميات من بعد إذنك؟ كنا عم نحكي عن مرضى السكري، شكرا كثير لاتصالك. كنا عم نحكي عن شوي عن مرضى السكري ويلي منصابين بهالمرض، يمكن بهم الاشخاص يعرفوا قديش الكميه يتناولوا من الاطعمه وخاصه يمكن بفتره العيد يلي بتكتر العزائم فيها. هلا الكميه نحن ما فينا نحددها بشكل عام لانه مثل ما قلنا من شوي الكميه لآخر بناء على كتير اشياء مثل ما قلنا هي الوزن والطول البي ام اي والنشاط البدني. كمان نسبه السكر يمكن بما انه اذا مرتفعه زياده او ما كتير يعني مرتفعه كمان هذا الشيء بيفرق. طبعا اكيد هذا الشيء كتير بيفرق بتحديد النظام الغذائي او تحديد كميه السكر اللي احنا بدنا تفوت على الجسم حتى تحديد جرعه الانسولين اللي احنا المفروض ناخذها. يعني جرعه الانسولين احنا ممكن تتبدل عنا من يوم ليوم بحسب ما بيكون السكر بالدم. يعني بيشتهي احيانا بس مريض السكر حلويات، فيعني كيف بياكلها وباي ساعات ممكن انه هو ياكلها مثل ما سال؟ هلا مريض السكر بيقدر ما بنمنعه عن الحلو بشكل نهائي، بس مثلا نحن فينا لما بياخذ قطعه حلو صغيره في ياكلها باي وقت، في ياكلها طبعا بعد ما بياخذ الانسولين، بياكل قطعه حلو صغيره بس بده يستغني عن السكر الابيض
اللي بينحط بالمشروبات يستغني عن السكر الابيض لما بياخذ هي قطعه الحلو. يعني هو بده يكون عامل توازن بجسمه، يعرف مثلا قديش هي كميه السكريات المفروض تفوت على جسمه، وعلى اساسها هو بيقدر قديش الحصه هاي. بتجي طبعا حسب مريض السكري، حسب المده اللي هو له عم يعاني من مرض السكري، وحسب الانسولين يلي بياخده. كمان مثل ما ذكرتي انه بيقدر الشخص يتناول اي شيء بده اياه لكن بكميات محدوده، هذا الشيء كمان بينطبق على الاشخاص يلي كانوا عم يتبعوا بعض الحميات الغذائيه بشهر رمضان المبارك؟ تمام. هلا غالبا نحن عندنا معروف انه نحن عندنا الرجيم هو الحرمان. الرجيم او الدايت هو ابدا ما له حرمان من اي نوع من المواد الغذائيه، هو بس تحديد للكميه، غير انه نحن نحدد النوعيه هو تحديد للكميه. الكمية كمان تختلف من شخص لآخر، بس نحن ما بنحرم ولا أي نوع من الغذاء. الجسم بحاجة لكل الغذاء، السكريات، البروتينات، الدهون، ولكن بكميات معينة. ريجا معنا اتصال هاتفي. ألو صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا، تفضلي. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. تفضلي، معك الدكتورة. دكتورة بدي أسألك، هلأ برمضان والصيام صعب الواحد يعمل رجيم بعد رمضان، كيف أنا نرجع للرجيم والنظام الصحي مظبوط؟ شكراً لألك. يعني نرجع للنظام الغذائي اللي كنا عم نحكي عليه أول شيء، نرجع للنظام الغذائي المعتاد قبل شهر رمضان. مثل ما قلنا نحن المفروض أنه نرجع بشكل تدريجي. بس هي بتنزل وزنها؟ طيب هي وزنها زايد. لا، عم تقول انه كيف نقدر نعمل دايت بعد رمضان، يعني كيف بدها تقدر تنزل وزنها بعد رمضان؟ تمام. اول شيء نحن بدنا نوزع الوجبات الغذائيه خلال النهار بحسب توقيت شغلنا، وبحسب ما بيتناسب مع يعني مثلا عندنا 5 وجبات نحن المفروض نقسمهم خلال النهار، بانه تكون مثل ما قلنا وجبه الفطور خلال ساعتين، واخر وجبه تكون قبل ساعتين من النوم. فينا نحن ناخذ سوائل بعد هاي الوجبه اللي هي العشاء تكون قبل ساعتين من النوم، مثلا بدنا ننام 11 المفروض 9 تكون وجبه العشاء، اللي بتكون غالبا خفيفه ما بتكون دسمه او ثقيله. بدنا نخفف الحلويات اللي عم بتفوت للجسم، كمان بيختلف من شخص لاخر، ما فينا نحدد نسبه سكر لكل العالم، يعني هاي بتختلف من شخص لشخص اخر. تمام. حكيتي نقطه ريج انه بنقسم وجبات اكلنا كمان بناء على شغلنا. يمكن كثير من الاشخاص متعودين انه هن بيضلوا طول النهار بلا اكل بفتره العمل، وبيرجعوا على البيت بيتناولوا يمكن وجبه كثير غنيه بالمكونات وايضا السعرات الحراريه، لانه هن بيكونوا حاربين حالهم طول النهار من اي اكله. هون شو بتنصحيهم؟ انه يتناولوا اكل بفتره الشغل لكن ما يكون ثقيل عليهم. صح. هلا بدايه اللي عندهم شغل طويل، وغالبا هلا احنا كل الاشخاص حيكون الشغل من الصبح للمساء، يعني هذا حاليا موجود. فنحن اول شيء نحن نفطر الصبح قبل ما نطلع، هاي اهم نقطه، انه ما نطلع من البيت بدون فطور. بالشغل نحاول قد ما فينا نحن ناخذ وجبات خفيفه، فينا ناخذ ساندويتش معنا على الشغل، اي شيء بحبه الشخص، ما ضروري النوعيه تتحدد، بس المفروض انه ياخذ وجبه بالشغل. اذا فيه ياخذ كمان قطعه فواكه على الشغل كثير بيكون منيح، ما في فواكه فممكن يشرب عصير، اذا كان عصير طبيعي طبعا احسن من العصير الصناعي مثل ما قلنا. بس يرجع على البيت اذا كان خلال النهار هو ما نوع عم ياكل طبخ او ما قدران ياكل طبخ، فيه ياخذ وجبه الطبخ المساء. يعني وجبه الطبخ المساء ما بتادي للسمنه مثل ما معروف نحن عنا، هي نحن المساء بس نحدد الكميه وتكون قبل بساعتين من النوم. تمام. يعني بس الاشخاص ما بياخذوا يعني وجبه طبخ مساء، تمام، بيعتمدوا على الاكل الجاهز او على النواشف بشكل عام. فنحن لا، المفروض انه نحن ناخذ وجبه الغداء حتى لو انه بوقت متاخر، ما بصير نحرم الجسم من وجبه غداء على طول، هذا الشيء غلط وبيأثر على الجسم بشكل سيء. اتصال من حلب. ألو صباح الخير. أهلي. أهلا وسهلا فيك، مين معنا؟ ألو. تفضل. مين معنا؟ تفضل، عم نسمعك. ألو. أيوة. تفضل، شو بتحب تسأل أخصائية التغذية؟ أنا بحب إني أسأل كيف بدي أعالج السكري أولاً بأي طريقة؟ كيف تقدر تعالج السكري بالأغذية اللي عم تتناولها؟ الأغذية اللي عم تتناولها دواء عيار 850. الأدوية عم يحكي. أوكي، شو سؤالك لأخصائية التغذية؟ أنا بعض أحيان بيصير معي حكي برجلي.
بيصير معي حكي برجلي، بيصير معي نشفان بالريق. كيف بدي اعالج هذا الموضوع؟ شكرا كثير لاتصالك، رح تجاوبك اريج، تفضلي. هلا اللي عم يحكي عنه هو قال حكي بالرجل ونشفان بالريق، هي اعراض السكري طبعا، هي كثره العطش وكثره التبول. بداية العطش فينا نحن نعالجه أكيد بأنه يشرب كميات كبيرة من السوائل. مريض السكري المفروض ما يقطع السوائل، المفروض على طول يدخل سوائل لجسمه اللي هي المي طبعا. أما بالنسبة للحكي بالرجل فهاي ممكن يكون في عنده القدم السكرية، فلازم يرجع للدكتور، ممكن يكون بحاجة لجرعات إنسولين زيادة، ممكن الإنسولين السكر بجسمه ما عم ينضبط، هو بحاجة لإنسولين زيادة لحتى يقدر ينزل السكر بجسمه. فبنصحه أول شيء مشان الرجل أنه يراجع مريض الطبيب تبعه، لأنه ممكن يكون بحاجة لإنسولين زيادة. تمام. يعني نحن بنشكرك كثير أريج للمعلومات اللي أعطيتينا إياها وقدمتيها للمشاهدين، وبنبقى دائما نتمنى انه الاشخاص يضلوا بصحه جيده، والغذاء الصحي هو يمكن مفتاح الصحه.